اي 0.1. انا هفكر معاك بالطريقه اللي انت فكرت فيها بالاول، في لاتش عشان انا مش هفضل دايس من كي 0.1. ما دام في لاتش يبقى لازم يكون في ستوب، في الستوب كلوز فانا موافق عليه، الستارت اوبن فانا موافق عليه، الليمت سويتش حالته ايه؟ يبقى انا بكره جوه هاخده زي ما هو، صح؟ كده خلص التمرين. بس كده في المشكلتين ايه؟ موجودين زي ما هم. ليه؟ اقول تاني بسرعه، اي 0.1 بره اوبن جوه اوبن، فلما اقفل بره يقفل جوه، يبقى كده طبيعي. اي 0.0 كلوز بره فبرضه كلوز جوه، فلما افتح بره يفتح جوه، طبيعي. الليمت سويتش كلوز من غير ما يخبط فيه، لحظه بقى تامل في النقطه دي، عشان الليمت سويتش ده حاجه هيخبط فيه يعني هيروح له. هو كلوز وهو بعيد عنه، لما يجي له هيجرى له ايه؟ وانا عايزه برضه لما يخبط فيه بره جوه يعمل ايه؟ يفصل، فكده صح. تمام؟ دايما ليميت سويتش حاجه يعني حاجه يعني حالتها بتتغير، ليفل سويتش خد بالك دايما منه، هل هو كلوز وانا في ليفل ميه ولا مفيش ميه؟ وانا خابط فيه ولا مش خابط فيه؟ انا تفرق في البرمجه. اوكي؟ ها؟ يعني مفتاح الكهف اه، بس ممكن استخدمه كتشغيل، لما تخبط في دوت افصل هنا وشغل هنا، ايه المشكله؟ عشان هو اوريدي بره حالته ايه؟ كلوز، فهو كده يعتبر مقفول، مش انت عايزه مقفول؟ ما هو كده مقفول اساسا. عشان سمع الكلام اللي بره. ها لو شاكك اسال، عشان ما تعمل هي نفس فكره الستوب، مش انت لو دوست هنا بيفصل، دوست هنا بيفصل، فهي نفس الفكره. ها المشكله الاولانيه اللي موجوده، لو فضل معلق على الليمت سويتش هيفضل هنا ايه؟ اوبن، فيفضل برده هنا ايه؟ اوبن. هعرف اشغل؟ لا. فدي اول مشكله. عايزين نحل المشكله دي. في ناس كتير عمل كده في الاول، طبيعي وكل كورس الناس بتعمل كده، يروح حتى يحط هنا مثلا البوزيتيف او النيجاتيف. انا فاهم قصدك ايه، بس انت مش واخد بالك من حاجه. انت كنت عايز تخلي اشاره الاي 1.1 ايه؟ قصيره مش طويله، صح؟ بس انت كده قصرت على ايه؟ على كل اللي قبله، لان البوزيتيف او النيجاتيف بعد ما بيقطعه يعني معناه ان كل اللي ورا ده ملوش تاثير خلاص، يعني حتى اللاتش ما بقاش لاتش. اوكي؟ انا موافق على فكرتك ومقتنع بيها جدا، بس تعالى نعملها لوحديها. يعني هو انا ما عملت كده دلوقتي، انا كده ما غيرتش اي حاجه في البرنامج وهقراها معاك دلوقتي. دوست اشتغل، لما يخبط في الاي 1 هيجرى له ايه؟ هيفتح جوه، هيعمل ايه؟ هيقفل، فيروح مشغل الميركر عمل ايه هنا؟ هي صح؟ لو فضل فاتح بره هيفضل قافل جوه، فيفضل شغال هنا، فيفضل فاصل هنا. يعني المشكله هي. ها تاني دوست على دوت اشتغل، ابتدى يتحرك. لما يخبط في الاي 1.1 هيفضل فاتح بره، هنا هيفضل قافل، فده هيفضل شغال. طول ما هو شغال عامل ايه هنا؟ دي كلوز، المفروض يبقى فاتح. تمام؟ ها يعني المشكله هي ولا لا؟ هي بس الاول انا كنت عايز احط بوزيتيف او نيجاتيف على تاثير الليمت سويتش، بس ما كنتش عارف عشان كان وراه حاجات. هنا الليمت سويتش ايه؟ لوحده. يعني لو حطيت بوزيتيف او نيجاتيف انا بتحكم في مين؟ في الليمت سويتش لوحده. لو انا عملت كده دلوقتي دوست اشتغل ده، صح؟ دوت لما اشتغل ابتدى يتحرك، لما خبط في الليمت سويتش فتح بره، جوه عمل ايه؟ قفل. قفل بقى ساعة، قفل سنة، يقفل لغاية 60 سنة قدام، كده كده البوست بيج هيعمل ايه؟ ويروح قاطع. يعني ده اشتغل قد ايه؟ وان سايكل وراح قاطع، يعني ده فتح قد ايه؟ وان سايكل ورجع عمل ايه تاني؟ قفل، يعني اعرف اعمل ايه تاني؟ اشغل حتى لو كان لسه واقف فوق الليمت سويتش تاني من الأول. ستارت اشتغل كي 0.1. ابتدى الموتور يتحرك. وهو نازل خبط في الليمت سويتش فتح بره. راح جوه عمل ايه؟ قفل، راح بعت الإشارة. تعال نكتبها بقى بالارقام كده. قفل، راح ده قفل، راح ده جرى له ايه؟ اشتغل. لما طلع فوق راح قال له معلش هيجرى لك ايه؟ هتفصل مصلحه، ما انا عايزه يفصل. لما نزل هنا قال ايه ده؟ ده البوزيتيف ايدج عمره 1 سايكل، وانا كنت لسه مشغله في نفس المكان دوت الدوره اللي فاتت، يبقى اخره معايا دلوقتي، شكرا، اركن على جنب. طب ما ده لما فصل عمل ايه هنا؟ مصلحه، خير وبركه، عارف ليه؟ عشان يرجع يقول لي دوت لو عايز تشتغل تاني اشتغل. اتفضل. البوزيتيف انجينير ماله؟ زي اللي في التحكم
اي دونت نو بصراحه مش عارف اجاوبك لان هو مش موجود في التحكم. يعني انا مش عارف اقول لك اه ولا لا. بالمركز تمام. الهدف مش ان انا اشيل ده واحط ده مكانه، الفكره ان انا كنت عايز اخلي تاثير الليمت سويتش لحظي، ما كنتش عارف اعمله عشان كان ما كنتش هعرف، لان البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج لا يمكن يتحطوا هنا. انا قلت لحضرتك في التمرين احنا عملناه البوزيتيف والنيجاتيف كنا حاطينهم هنا عشان نجرب بيهم، اللي هو انت شفت البرنامج على الكمبيوتر، شفت كان شكله عامل ازاي، ينفع يكون حاجه عمليه؟ عمليا اللي مرسوم على الكمبيوتر دلوقتي دوت هيستخدم في حاجه؟ ملوش معنى، احنا شرحناه عشان نجرب بس، لكن واقعيا ده كده استخدام البوزيتيف ايدج. هتقولي لا الميركر اشتغل لحظه، مش مهم، انا كده مش عايز منه حاجه غير انه يعمل ايه؟ يفصل الفصل، هو الفصل محتاج ان انا ادوس ساعه ولا يكفي ان انا ادوس وشيل على طول؟ بالظبط، انا عليك تمام. نتناقش دلوقتي، احنا لسه ما خلصناش بس نتناقش كده، احنا حلينا مشكله الليمت سويتش صح؟ قبل ما نكمل نتناقش لو عندكم نقاش. لو خلينا ده اوبن ها نتناقش، انا ما اعرفش، تعالى انا على جنب هنا. لا هو بيقول نخليها اي 1.1 اوبن ونخلي ده نيجاتيف ايدج، نشوف صح ولا غلط. هو بره اساسا بطبيعته ايه؟ كلوز، فعمال يقول لي النيجاتيف عايز يعدي اشاره، هو يقول له ايه؟ لا صح؟ مش دوت طول ما كلوز النيجاتيف ايدج ما يقدرش يعدي اشاره؟ اول ما يخبط فيه هيجرى له ايه؟ هيفتح، فده كمان هيعمل ايه؟ يروح النيجاتيف عامل ايه؟ صح، يبقى دي هي دي، عايز تعمله كده عايز تعمله كده صح. تاني نقولها تاني، هو بالطبيعي ان هو كلوز بره، فدوت عايز يعدي اشاره، نيجاتيف قال له لا معلش، لما تكون انت معاك اشاره انا ما اعديش، لما انت تقطع انا اعدي الاشاره. فعلا اول ما شاكوش يخبط فيه هيجرى له ايه بره؟ هيفتح، يعني جوه كمان هيجرى له ايه؟ هيفتح، يروح نيجاتيف ايدج معدي الاشاره. كده كده هيعديها برضه قد ايه؟ 1 سايكل، يبقى الاثنين صح، عايز تعملها بدي صح، عايز تعملها بدي صح. تعالى نقراها صح عشان نشوف اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. بعت اشاره، الاشاره عمرها قد ايه؟ السايكل بينتهي امتى؟ بعد ما يكون طلع فوق ونزل تاني، يعني مليون المية عدى على دي ولا لا؟ يعني فصلها صح؟ مش السايكل بدأ هنا؟ لا 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 لا، الميركر ده سوفت وير، اه سوفت وير، يا اما كان سماه ريلي وراح دماغه. ده احنا اول اعتراض قلناه، قلنا كلمه ميركر ما رضاش، خاف يسميها ريلي احسن، كله يفكروا ايه؟ ريلي ميكانيكي موجود بره جوه. بالظبط بالظبط، جريني سوفت وير، حتى هو وهو شغال بيسميه انترنال اوتبوت، يعني عامل زي الاول بس سوفت وير، او بيسميه ميموري يعني ذاكره. بقول لك ما هو الريلي بيشتغل بالظبط تمام. هو بره اساسا مقفول، مش عملناه مقفول، فتح تمام. في الحاله دي عمل ايه؟ قفل. مش انت عايز تشغل الميركر؟ يبقى ابعت اشاره، حطيت البوست بالظبط تمام. بالنيجاتيف هنا حلو، مش هنا، هنا لما دوت انت كل اللي انت عايز تعمل ايه في الميركر؟ شغله قد ايه؟ عشان لما متفقين مع بعض سواء البوزيتيف او النيجاتيف الاثنين زي بعض، يوم ما بيشتغلوا قد ايه؟ 1 سايكل. بس في واحد بيشتغل لما اللي قبليه يقفل، الثاني بيشتغل لما اللي قبليه يعمل ايه؟ يفتح. تمام، تعال نلاحظها كده. لما دوت هو طبيعته كلوز، طبيعته كلوز، فدوت عامل ايه؟ اوبن صح؟ اهو تعال نكتبها بلون تاني. لكن ده ماله؟ كلوز. ده يرضى يعدي اشاره؟ لا. طب ده يرضى يعدي اشاره؟ لا. يبقى الاثنين غلطتي واحد. لما يفتح بره ده هيعمل ايه؟ واحد. فيروح ده عامل ايه؟ طب ما هو دوت لما يفتح بره هيعمل ايه جوه؟ ده بيسمع كلام اللي بره، هيفتح، فيروح ده عامل ايه؟ فالاثنين زي بعض. ميركر اوبن، اه ده كونتاكت زي ما انت عايز، ده كونتاكت عملته مليون مره اوبن، 900 الف مره كلوز، زي ما انت عايز حسب الاستخدام بتاعك. كده احنا حلينا مشكله واحده بس، ما حليناش الثانيه. المشكله هي ينفع طبعا، يعني اه يعني تشغل الميركر والميركر يشغل الموتور، ينفع صح؟ كمل؟ ها المشكلة ايه هي بقى؟ في بس ملحوظة معلش، سؤال كده أخير، هو في حد فيكم واحنا بنجرب التمرين ده كمان شوية هيشوف الميركر شغال؟ ها؟
عمرك ما هتشوفه شغال، لان هو يوم بيشتغل بيشتغل وان سايكل. فكتير جدا منكم هيقول لك ده فصل ازاي، ما فيش حاجه اشتغل عشان تفصله، النقطه دي ما فتحتش. مدى الحياه هنشوف النقطه دي ايه. حتى لما نيجي نعمل الوان اللي هي ازرق ومش ازرق، هتلاقي طول عمرها لونها ايه؟ ازرق، مع ان هي لا هي فتحت وقفت بس انت ما شفتهاش. لدرجه ان الكمبيوتر نفسه السيموليشن اللي هو المحاكاه اللي بيجيبها لك ما لحقش يقول لك انه فتح، ما لحقش يقولها، مش عارف يقولها، لان هو كان شغال. الكابل راح سال البي ال سي قال له شغال، قال له اه شغال، عمال يرجع شغال اه شغال. في مره راح ساله كان هو اوريدي فتح ورجع عمل تاني قفل، بيقول اه ده شغال، مع ان هو فتح في النص بس ما لحقش يجيبها لك على الكمبيوتر. عشان كده في حاجات ما تحكمش عليها باللي انت هتشوفه. حلو. هو مش هو فتح هنا؟ يعني كبي ال سي جرى له ايه؟ فصل. فصل خلاص، قطع اللاتش يبقى فصل، صح؟ فاهم؟ خلاص بره هيفصل، هيفصل غصب عنه، فصل بعدها بربع ثانية، المهم انه هيفصل. 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 سؤال، هي مش دي فصلت؟ حتى لو رجعت قفل، حتى لو رجعت قفلت ده هيشتغل من غير ما ادوس؟ لا. لا يبقى خلاص صح؟ لا. انا ماليش الفلسفه، مش ع... يعني سرعه ايه؟ يعني هو بيسال سؤال، يعني الاجابه عليه المفاتيح كلها هتفتح وتقفل بنفس السرعه ما دام في نفس النتورك. ما دام في نفس النتورك تمام؟ اوكي نزود الجزء اللي بعده بقى. انا مشكلتي ايه؟ بما ان الميركر دوت انا يوم ما هيشتغل هيشتغل فقط وان سايكل، يعني ده هيفتح ويقفل بقى في خلال قد ايه؟ وان سايكل. فلو انا معلق المفتاح التمرين ده هيفصل ولا مش هيفصل؟ لحظه، لا عايزين بقى كلام صح، هيجري له ايه؟ هيفصل بس هيرجع يعمل تاني لوحده اشتغل. كلمه مش هيفصل نتخانق عليها، لا هنقف ونتخانق عندها، دي مش ما ينفعش مش هيفصل. انا دوست اشتغل الليمت سويتش فصل لك هنا، بعد وان سايكل رجع قفل دي تاني. لو انا معلق الاشاره هيجري له ايه؟ فاهم؟ ما هو انا خايف من كده ان انا علق، وفعلا لو رسمناها وعلقنا المفتاح الاي 0.1 على البي ال سي هتلاقيه عمال يعمل ايه؟ مش هتاخد بالك انه بيفصل، مدى الحقيقه ايه؟ شغال. وعلى فكره هسالك هتقول لي ما بيفصلش. لا هو بيفصل بس انا ما بلحقش اشوف لانه بيرجع يشتغل تاني بسرعه جدا. بيفصل قد ايه؟ ها؟ كله مقتنع؟ وان سايكل. بره الموتور مش هيلحق، يعني مش هيلحق يفصل، ده هو اصلا عمال ما الكونتاكتور ينوي انه يفتح ويجي له شويه ثانيه هتلاقيه زي ما هو قافل. اوكي جربنا يعني قبل كده جربناها، عملنا فلاشنج من البي ال سي على الريلي، الريلي ولا هو هنا شغال مع نفسه، احنا نفصل ونفتح بالبي ال سي بسرعه جدا وهو ملوش دعوه، هو ملقط زي ما هو. تمام؟ حلو. طب انا حلها اعمل ايه هنا؟ انا عايز اضمن ان حتى لو علقت ايديا يجرب البرنامج مره واحده بس، ثاني مره لازم مضطر يعمل ايه؟ يشيل ويدوس ثاني. فين؟ هنا؟ ها؟ نقراها كلها بقى زي ما البي ال سي بيقرا البرنامج صح بقى. ها في البدايه خالص 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ده خلاص مش موجود دلوقتي. او حل بديل يعني اللي عايز اجرب كده يجرب كده مش مشكله. في حد معترض على الحالات دي؟ لا ثواني اه ماشي. دوست على الاي 0.1 جرى له ايه هنا؟ قفل. فده سمع الكلام اللي حواليه كمان عمل ايه؟ قفل. معلش عشان افكرك انا هعمل علامه على جنب تفكرك ان البوزيتيف يشتغل في المكان ده، يبقى السايكل اللي بعديها اول ما نشوفها عاملين ايه في البوزيتيف. انا عن نفسي اعمل كده وانا شغال عشان ما اتلخبطش. ها اشتغل واحد صح؟ جه هنا مش معقوله كل لحق يطلع وينزل، ده يعني البي ال سي عند الحته دي 30,000 مره عمال ما ده يكون طلع ونزل اكيد يعني، فلسه ده زي ما هو. لما طلع هنا ايه الجديد؟ لحقت اشيل ايديا؟ لحقت اشيل ايديا؟ لحقت اشيل ايديا؟ لا استحاله، بس في حاجه فصلت. مين؟ بوزيتيف ايدج. لا مش الستارت، التاثير بتاع الستارت البوزيتيف ايدج. فاهم؟ بعد كذا سايكل ان شاء الله اكون شلت ايديا، فده هيعمل ايه؟ زيرو. وخليك فاكر كده ان على جنب كده ممكن يكون العامل غلس ومعلق ايديه، في الحالتين هنلاقي البرنامج صح. الطبيعي ان انا شلت بس ممكن يكون حد معلق ايديه. تمام. بعد كذا سايكل هو هيخبط في الليمت سويتش بره، فهيجرى له ايه بره؟ هيفتح. جوه هيعمل ايه؟ هيقفل. فده عامل ايه؟ بعت الاشاره يروح مشغل الميركر. لما يطلع فوق يقول له ايه؟ افصل.
يعني ده جرى له ايه؟ فصل. فده جرى له ايه؟ فتح. لما جه هنا قال له معلش البوست بيج ماله؟ شكرا كتر خيره كده، قام بالواجب وزياده، رغم ان هو لسه معلق على الليمت سويتش. فالميركر كده كده هيعمل ايه؟ هيفصل. فدي هترجع تاني تبقى ايه؟ كلوز. والله بقى ما داسش يدوس، كان دايس مضطر كده كده يعمل ايه؟ يشيل ويدوس. البوست بيج قال له ماليش دعوه، قال له انت ليك عندي دوسها واحده، شيل ودوس تاني عشان اعتبرها برصاية جديدة من اول تاني. في البداية خالص زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو، مش شغال مش شغال. تعالى دوست على الاي 0.1 بره، راح عامل ايه جوه؟ قفل. راح البوست ايدج عامل ايه هو كمان؟ اهو خليك فاكر ان البوست ايدج قفل. واحد 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 واحد، فالاوتبوت اجرى له ايه؟ الموتور ابتدى يتحرك. عوض على نفسه. فاهم؟ هينزل هنا لو ممكن يكون لحق يوصل للليمت سويتش، ايه ده بقى كان قاعد له قبلها بيوم، مش معقوله يعني. فاهم؟ لما يطلع فوق هيقول البوست ايدج ايه؟ شكرا. عن نفترض الحل الاسوأ ان هو لسه معلق المفتاح. ها. بعد كذا سايكل هو هيخبط في الليمت سويتش، فبره هيجرى له ايه؟ هو طبيعته كلوز، فلما يخبط فيها هيبقى اوبن. هنا خلف خلافه يروح عامل ايه؟ موصل. البوست بيجي يقول له عينيا حاضر ماشي موصل. فيروح عامل ايه في الميركر؟ شغل الميركر. الميركر لما يشتغل هيطلع فوق يعمل ايه؟ هيفصل. مصلحه، ده اللي انا عايزه. زيرو فصل. لما جه هنا حتى لو موجود لسه فوق الليمت سويتش، البوزيتيف ايدج تاثيره خلاص راح، يعني زيرو. يعني الميركر مضطر يعمل ايه؟ يفصل. يعني هيرجع تاني يبقى ايه هنا؟ كلوز. واحد واحد، والعامل الله يسامحه لسه دايس معلق المفتاح، بس كده كده مش عارف يعمل ايه؟ يشغله. هيضطر يعمل ايه؟ يشيله ويدوس عليه. ومش واقف قدام المكنه، المكنه مش هتقدر تشتغل كمان مره لوحدها. تمام؟ مش مهم تكون انت لو وصلت، بس على فكره مستوى كويس جدا يعني. طبيعي في التمرين دوت اللي بيعملوه واحد واحد في الكورس من العاديين، اوكي مستوى كويس جدا يعني. اهم من انت عملته انك انت فهمته، لو كله فاهمه يبقى كانك عملته بالظبط. ها تعال لو تمام انقله وروح جربه على الكمبيوتر. اللي عايز يجربه بالطريقه دي ماشي، اللي عايز يجربه بالنيجاتيف ايدج ماشي، اوكي. اللي عنده حل تالت وعايز نتناقش فيه يقوله نتناقش فيه. في بس نقطه هقولها لكم كتير جدا هيغلط فيها، وطبيعي جدا على فكره، وانا اقولكم عشان تبقوا عارفين. ما تنساش تتخيل التمرين، عشان انت هنا مش في المصنع، انت مش في الواقع. يعني انت هنا انت تتخيل ان هو اتحرك فخبط في الليمت سويتش، فما تنساش تعمل ايه في الليمت سويتش؟ تغيره. تخيل ان هو مشي، مش الموتور ده اشتغل مع انه ابتدى يعمل ايه؟ يمشي. فما تنساش تعمل ايه في الليمت سويتش؟ ترجع تاني. اوكي. تخيل بس الحركه بتاعته هي اللخبطه هتكون مع الليمت سويتش. يعني اول ما تدوس بعدها بشويه اعمل ايه في الليمت سويتش؟ حركه، يعني هو اتحرك وجاله. اوكي. بعد ما يمشي رجع الليمت سويتش اللي هو عمل ايه؟ سابه. مش عارف اميز اذا كان ده الستوب ولا الليمت سويتش، الاثنين بيفصلوا، ولا الاوفرلود ده انت بيفصله، صح؟ عشان كده عملوا حاجه في البي ال سي سماها السيمبل تيبل. عمل حاجه في البي ال سي سماها السيمبل تيبل. السيمبل تيبل ميزتها ايه؟ جدول حضرتك اللي بتعمله، ولو اتعمل غلط يبقى حضرتك اللي عملته غلط، هو مش مشكلته. هفهمه فيها اقول له دايما هستاذنك كل مره تجيب لي اي 0.1 اكتب لي جنبيه ستارت، عشان ما اوجعش دماغي، اول ما اشوف اعرف ان ده اللي بيشغل. الاي 0.0 اكتب لي جنبيه ستوب. الاي 1.1 اكتب لي جنبيه ليمت سويتش. فيبقى كل مره بشوف البرنامج بدل ما كنت هعرف في دقيقتين هعرف قد ايه، في نص دقيقه خلاص عرفت مين اللي بيفصل مين اللي بيشغل. اوكي تعال صفحه سيمبل تيبل في البي ال سي. نتس نور نتس نور صفحة سيمبل تيبل جوه البي ال سي متقسمة لثلاث حاجات. متقسمة لسيمبل اللي هو الرمز، والادرس اللي هو العنوان، والكومنت اللي هو التعليق اللي انا هكتبه. ده لو انا عايز اكتب تعليق اساسا. متقسمة لثلاث حاجات، سيمبل وادرس وكومنت. تعال الادرس اكيد هكتب انا عايز اساعد نفسي في حاجة انا عاملها، فاكيد الادرس هيكون ادرس موجود جوه البرنامج، زي مثلا اي 00 اي 01 كيو 01 ام 0.1
فاهم؟ الميركر انا عن نفسي مش هكتبه، انا اللي هكتبهم اللي هي الحاجات اللي اكتر استخداما زي الستارت والستوب والليم سويتش والموتور. الميركر ما اعتقدش ان هو حاجه مهمه انها تتكتب يعني، بس براحتك حسب استخدامك انت يعني. I0.0 I0.1 بعد كده عندنا مين؟ I1.1 وQ0.1 دول الاربعه اللي عندنا صح؟ مثلا تحب تسمي الاي 0.0 ايه؟ ستوب. على فكره عايز اكتب بالعربي ممكن اكتب بالعربي ستوب. والاي 0.1 انا هسميه ستارت، والاي 1.1 هسميه ال اس اللي هي ليميت سويتش تمام، وكيو 0.1 ممكن اسميه موتور تمام. ايه الميركر عايز تسميه سميه، بس هسمي الميركر ميركر يعني هو كده كام فاهم؟ مش مشكله. عايز تسمي الام تيجي عند الام 0. كام هو ام 0.1 تقول له ام 0.1 ميركر براحتك، عايز تسميه باسم حضرتك مش هتفرق، هو كده ملوش دعوه. البي ال سي دي نقطه انا اللي يهمني في الصفحه دي المعلومه دي اكتر. البي ال سي عنده ثلاث صفح يهموه، صفحه اسمها بروجرام بلوك اللي احنا بنرسم فيها البرنامج، صفحه اسمها الداتا بلوك هناخدها لسه اثناء الكورس ان شاء الله، وصفحه اسمها السيستم بلوك. عشان ما تتلخبطش فيهم هم الثلاثه اللي اخرهم كلمه بلوك، بروجرام بلوك داتا بلوك سيستم بلوك. الثلاث صفح دول البي ال سي حاسبني عليهم بجد، حتى في امر اسمه كومبايل وفي امر اسمه كومبايل قلت لكم هشرحه بعدين. كومبايل اول بيروح يعمل تشيك على الثلاثه اللي هم بروجرام بلوك وداتا بلوك وسيستم بلوك، لان دول اللي يهموه. في الداونلود لو حد خد باله البي ال سي معمول له علامه صح على بروجرام بلوك وداتا بلوك وسيستم بلوك، لان دول اللي بيوديهم على البي ال سي. عشان كده اي حاجه ممكن تحصل او اي حاجه هتعملها جوه الثلاث صفح دول البي ال سي لازم يعمل تشيك عليها، لان هو هياخدها عنده. طب السيمبل تيبل من ضمن اللي انا قلتهم؟ لا. يعني لو عايز انا اسف كده تكتب البي ال سي في الكومنت انت ما بتفهمش اكتبها له كده كده مش هبص عليها. الصفحه دي لمين اساسا؟ ليك انت، انت اللي محتاجها صح؟ لو جيت عند مفتاح التشغيل وسميته ستوب تفتكر البي ال سي هيتلخبط؟ هو دي لحضرتك، حتى اساسا في الداونلود عشان تبقى عارف ما بياخدهاش. دي بس على الشاشه، دي فقط على الشاشه، لكن في الداونلود هو بينقل البرنامج كده فقط زي ما هو كده، لكن الاي 0.0 مسمينه ستوب دي بس على الشاشه لحضرتك كي اللي هو انت هتسيفه على الكمبيوتر، لكن جوه البي ال سي ما بتتسيفش المعلومه دي. ولاثبت كده في البي ال سي امر اسمه ابلود، يعني اسحب البرنامج. اعمل له داونلود وهو واخد اسامي، هيخرج لك ابلود من غير اسامي. يقول لك انا ما خدتش اسامي اعمل بيها ايه اساسا؟ هاخد السيمبل ليه؟ انا كل اللي يهمني الادرس. ففي الداونلود انت شايف ان الاي 0.0 مكتوب جنبيه ستوب، لما تيجي تعمل ابلود تلاقي الاي 0.0 لوحده، هو سام ما خدهوش في الداونلود. اوكي، في بس كم ملحوظه لازم نعرفهم لمصلحتنا احنا مش لمصلحه البي ال سي ولا حاجه. كلمه ستوب هو مش هيوافق عليها، هيقول لك ما ينفعش تكتب ستوب. طب ليه؟ اوريدي واحنا شغالين في البي ال سي هندرس حاجه اسمها ستوب، هي حاجه بالصدفه اسمها ستوب، فهيقول لك عشانك انت ما تتلخبطش ما بين ستوب اللي انت مسميها وستوب اللي هي عندي هستاذنك ما تحطش اسم يكون اوريدي موجود في البرنامج. يعني مثلا جوه البي ال سي في حاجه ناخدها ستوب فهيرفضها، ما فيش حاجه اسمها ستارت فهيوافق عليها. في حاجه اسمها سيت ريسيت فيرفض كلمه سيت وريسيت ما يرضاهاش. في تايمر اسمه تايمر اون ديلي، فلو جيت عند اي حاجه تسميها اون ديلي يقول لك لا ما تسميهاش اون ديلي. كي كاونتر اسمه اب يرفض كلمه كاونتر اب ما يرضاش بيها. كي عشان اقنعكم بسرعه كده لو بصيت على البروجيكتور هندرس احنا دي بالظبط، هندرس حاجه اسمها بروجرام بلوك. فين كلمه؟ شايفين حاجه ولا لا؟ دي كلمه ستوب اهي عشان كده ما برضاش بيها. اوكي، مثلا مكتوب هنا ال بي ال، بص لو كتبت له في البرنامج ال بي ال هيعمل ايه؟ هيعملها بالاحمر.